مستمرين مع اي ان بي موتوسايكلز باوتو فوكس ودائما مع مستر نيكولا دهني اللي هو السيلز مانجر بالشركه. هاي نيكولا. جورج. عم نحكي اليوم عن شيء ممكن يصير وسيله النقل الاولى بلبنان بالسنين المقبله، مش يمكن حتى يمكن يصير بلشت فعليا وسيله النقل الاولى بجاج ار اي. صح. عملي ضجة بجاج ار اي اليوم خاصة بكثير مناطق بلبنان كان على البحر او حتى بالجبل. خبرنا اول شيء عن تاريخ بجاج اللي صار لها بيان بين 2013 على كل حال، بس اليوم البجاج ار اي عملت ترند صراحة. اول شيء رح نخبرك عن البجاج ار اي واهميته بالسوق اللبناني وقد ايه قدر يعطي قيمة اضافية لكل شخص عم يستعمله. بس قبل رح اعطيك لمحة سريعة عن تاريخها. البجاج هي صناعة الهند، شركة كثير كبيرة وعريقة جدا، موجودة بأكثر من 70 دولة بالعالم ولأكثر من 75 سنة بالسوق، وبلس إنه هي شريك مع كي تي أم صانع العالمي معروف جدا بالدراجة النارية طبعا، وهي من أول ثلاثة دولة فاتت على السوق اللي انعرفت بالعالم، وهي رقم واحد مبيعا حتى بالعالم. أوكي؟ والحلو فيها إنه بتجمع بين قيادة الموتو والسيارة. مزبوط مزبوط. هيدا شغلة ملفتة ملفتة جدا. صح كثير. عم نشوف على كل حال على الكاميرا، رح نبلش من الباك فيو. شفنا الجريل صار عريض بالتراس الجديد. مزبوط قدروا فتحوا له محل ليقدر يطلع منه الهواء، يعني هذا التبريد حسنوا التبريد تبعه. طيب كيف عملية الكولينج سيستم جورج؟ بيجي دبل كولينج سيستم، وهو الوحيد اللي بيجي عليه دبل كولينج سيستم. عم نحكي تبريد زيت تبريد هواء. الكولينج سيستم بيساعد على الحفاظ على حرارة الانجن ليضل عم يعطيك نفس الاداء ان كنت عم تستعمله للشغل او عم تستعمله للتنقل. والشاسي كمان اذا ندور عليها مع عم شوف هلا الديركسيون تبع او اذا بدنا نسميه الهاندل بارز، مش الديركسيون، انا هي هاف موتو هاف سياره. صح. شو بنضوي اكثر عن الموضوع؟ هلا البجاج الار اي بتصميمه الجديد قدر يامن الراحه للسيق وللراكب بنفس الوقت، عدل بالكومفورت سيت، يعني صار الراكب والسيق يقعدوا ويرتاحوا حتى ايفن للمسافات الطويله. الهيكل تبعه مصنع من حديد تيعطينا متانه وجوده عاليه جدا، والشاسيه تبعه مصنع بطريقه تحمل ضغط الطرقات المسافات البعيده حتى الوزن الزايد. والمصابيح شو تغير؟ المصابيح كبروا اللانس من قدام ليقدر يعطينا فيجن كثير عالي خاصه بالليل، كبروا المرايات شمال ويمين تيعطونا فيزيبيليتي، وحسنوا عملوا شباكين من ورا ليقدر الراكب هو وقاعد يقدر يشوف الطريق. اوكي، لكن باختصار عم تشوف اليوم اذا بدنا نحكي موتو او سياره ثلاثه دولي بتنساق بموتو بمواصفات كثير كثير حلوه. نيكولا رح نشوفك اكيد بحلقه مقبله. حاب ضوي على شغله اخيره قطع الغيار. ايه اكيد اكيد متوفره. اول شيء البجاج ار اي متوفر بكل سيارات عرض اي ام بي ووكلائها، عم نحكي وكلائنا بطرابلس وبالبقاع، والقطعة موجودة بأسعار مدروسة وكتير رخيصة، وسعرها كتير مدروس. سعرها كتير مدروس. ولكل شخص حابب يشوفها في يتوجه لعنا على صالات العرض أو يتوجه لعند وكلائنا. ولكل شخص حابب ياخد وكالة بجاج ار اي بلبنان في يتصل فينا على 70 500 100. شكرا لك نيكولا، اكيد بنلاقيك. رح نتابع حديثنا على كل حال عن البجاج ار اي، ورح نستقبل مستر وسيم ديب اللي هو وكيل اي ام بي بمنطقة البقاع. رح ارحب اذا بمستر وسيم ديب وكيل ام بي بالبقاع. اهلا وسهلا فيك وسيم. اهلا وسهلا. عملي خضى اليوم البجاج ار اي بمنطقه البقاع كلها، وحضرتك كوكيل خبرنا على شو اكثر شيء عم يتم استعمالها كوسيله نقل كدليفري. يعني بالبدايه هي عم تستعمل كوسيله نقل وكمان كدليفري. بتعرف بهالظروف والشباب مغتربه، في عالم ببيوت قاعده صارت كبيره بالعمر، عم تيجي توك توك تاخدها من قلب بيتها تروح تتسوق وترجع على قلب بيتها بلا ما تتكبد عباء على الطريق وكذا، او انه هي او تطلب الدليفري بيجيها اغراضها على البيت. وعم نحكي عن مصروف ممتاز، يعني 750 كيلومتر. وكمان لزاد الطلب على التوك توك على بجاج ار اي 4S انه في أزمة بنزين نحن عنا هلأ، وهي مصروفها كتير قليل. بهذا الشكل صار العالم عم تروح تاخد هذا البجاج الأريل 4S لتستعمله كوسيلة نقل لأنه بتوفر مصروف بنزين عليها. بدرجة تانية في كان كمية شباب بالمنطقة فرص عملها كتير قليلة، قاعدة بلا شغل، يعني فينا نحكي صار عندها فرص عمل صار اليوم. اما نتلا فرصة عمل كتير كبيرة، وكمان امنت مدخول لشخصين، يعني الفرص العمل اللي قدمته هذا الشاب اللي مش قادر يشتري، مع انها هي كتير رخيصة ومش قادر يشتريها،
موظف اللي كمان صار مدخوله ما عم يأدي عم يبيع شيء من عنده يشتري ويتقاسموا اخر النهار هالحصه لإله يعني للي عم يسوق بأمن له مدخوله اليومي مصروفه اليومي اكلاته شربته يعني مش انه بس يعني حسنت الوضع الاقتصادي بالمنطقه اذا فينا نقول من ناحيه معينه هذا اللي خليها تنتشر بشكل كتير قوي قديش انتم بايعين يعني نحن في لحديت هلا بايعين بالبقاع اكثر من 500 مكنه فيري فيري نايس الفروع بس ما نختم وين نحن عندنا فروع بالباع كذا نقطه صيانه وبيع ببدنايل عندنا نقطه صيانه وبيع بمفرق الفرزل أبلح عنا صياني وبيع عنا بتعلبية صياني عنا بشتورة نقطة على الطريق الرئيسي في عنا نقطة بيع في عنا برلياس على الطريق الرئيسي الشام كمان نقطة بيع وبقلب برلياس جوا في عنا نقطة للصيانة شاملين كل المنطقة يعني هذا كلها نقاط بتأمن فينا نأمن منها قطع الغيار والقطع الصياني وال وفي عنا كمان نقطة صيانة بمجد العنجر شكراً, شكراً شكراً لك وسيم على المعلومات نحن نلاقيكم مشاهدينا بكرة بحلقة جديدة من أوتوفوكس إلى اللقاء